مهندس عبد القيعي. يا باشمهندس اهلا بيك. ازيك يا ابراهيم؟ وكل عام وانت والساده المشاهدين والاهلاويه والمصرويه وكل من يحب الخير لهذا البلد بخير يا رب. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. وانت بالصحه والسلامه. طمني، هتدخل بايدك فاضيه ولا ايه؟ ما تدعي قول يا رب. يا رب باذن الله. ها؟ طيب، انت شايف المساله ازاي مع بدايه السنه الجديده؟ لا انا شايف ان الاهلي قطع يعني عمل 75% من الخطه اللي هو كان حاططها. وربنا سهل بقى في الباقي باذن الله. يعني اذا كان هناك يعني نظره يعني مش عارف اسميها ايه عشان مش ولا يعني أرب لو أن الامور طبيعيه كل الامور هتتحقق باذن. طبعا الناس منتظره حكايه انه لما تطلع شمس 1 يناير المفروض تكون كل حاجه خلصت، ده مش صحيح لانه عندك مسافه طويله خلال الشهر ان انت تشتغل. احنا كنا عايزين نخلص قبل عشان المهمه اللي جايه في الاسبوع اللي فات. الحمد لله الى كثير استطعنا ان احنا نلاقي الاحتياجات دي. باشمهندس ممكن تتحرك شويه في المكان اللي انت فيه، وانا مش هسال انت فين، بس ممكن تتحرك شويه علشان الشبكه تكون افضل. بقول يعني احنا كده احسن ولا ايه؟ كده احسن. بقول لك احنا يعني الى حد كبير وفينا بالالتزامات اللي عندنا، لكن لازم تفهم ان الانديه اللي بنطلب منها اللعيبه هي كمان عندها احتياجاتها وعندها رؤيتها وعندها استراتيجيتها، فالموضوع ما يخصناش لوحدينا. صحيح. لكن احنا لم ندخر لا جهد ولا مال ولا يعني اي شيء، ولا اتصالات ولا كل شيء، ولا حتى ادينا كافه المرونه والتعاون كل الاطراف علشان يعني نحقق مصالح مشتركه، والباقي على ربنا. الحمد لله ان احنا اللي وصلنا له برضه الى حد ما يعني حقق جزء كبير من احتياجاتنا، ولكن عايز اطمن الناس والله العظيم لو صبرنا شويه والاهلي حس الجمهور وراه، والله عندنا داخل النادي الاهلي ما يغنينا عن اي حد. ويعني يفهموا ما بين السطور. اكيد اكيد، لكن في نفس الوقت الشغل شغال والجمهور يطمئن تماما. شغالين على الاحتياجات الانيه الفوريه. وربنا سهل، ربنا سهل لو الامور بقول لك طبيعيه برضه، حط تحت دي كم خط الامور هتمشي باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس. كل سنه وانت طيب، ومنتظرينك الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله، وحلقه موفقه، وكل عام وانتم بخير، وعلى جمهور الاهلي ان يتفائل، وعلى جمهور الاهلي ان يتلاحم. اظن اصبح واضح جدا 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 حجم الذي يتعرض له النادي الاهلي من الداخل ومن الخارج ومن كل مكان للضرب في استقرار هذا النادي العريق الذي لن ينال منه احد طالما وراءه هذا الجمهور العظيم. في شغلك حاسس انت بهذه التدخلات الكتيره مش كده؟ ما بقتش حاجه مستخبيه. صحيح. الناس اللي كانت متغلغله في اوصال النادي الاهلي، شوف النهارده طالعين بيعملوا ايه؟ خلي بالك. وما زال تمويلهم مستمر عشان تبقى فاهم، ومن نفس المصدر وباعلى مستوى من التمويل. الخطه يا جماعه كبيره قوي 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 للاسف الشديد يعني. للاسف الشديد. عشان كده لما كنا بنقول وتحذر انت من الاختراق وتصرخ هنا في استوديو ملك وكتابه، الناس كانت بتستهين بالامر. كانت بتستهين بالامر، وده وصل الامر ان لبعض منهم كان مش بيستهين وبيستخف وبيتهكم. اللي ظاهر لهم على السطح ده قمه جبل الجليل، والباقي مدفون تحت الارض. صحيح. يعيث فسادا ضد النادي الاهلي. صحيح صحيح. ومنه لله كل من تواطأ ضد النادي الاهلي من خارج النادي الاهلي، وبالاخص من داخل النادي الاهلي اللي حبوا يهدموه من داخله بالادعاء يعني ايه مبادئ النادي الاهلي. كانوا عايزين يقوضوا هذا الامر. يكفي ان الاهلي استرد هذه الارض وهذه الخلفيه وهذا التاريخ، وبدأ في مسيرة إصلاح بإذن الله ستكلل بالنجاح. هذا الموسم الذي يعتبره البعض فشل للنادي الأهلي هو قمة نجاح الأربع سنوات الماضية. لم يحقق أفضل منه على 4 سنوات. بس على الناس أن تتذكر هذا الأمر. ورغم هذا النجاح لا يشغلنا ولا يكفينا،
وان احنا عايزين نتبوى مكاننا وسوف نتبوى باذن الله بفضل تلاحمنا وتماسكنا وقدراتنا. ولازم الناس كلها تفعل كلمه الاهلي فوق الجميع، مش كل واحد غلبان عايز يعمل افيه يقولوا بصرف النظر الافيه ده بيأذي مين بالظبط، بيسحب الثقه من مين بالظبط. شيء من الصبر الاهلي سوف يعود اقوى من مكان باذن الله ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شكرا جزيلا للمهندس عادل القيعي.